نسيتي شوية العزاء ما نسيت والو. ياك؟ لا لا إله إلا محمد رسول الله، ولكن خصنا ننسى وراه على بودة. لا هاكو دايرة الدنيا، سنة الحياة. صافي حصة؟ برافو عليك. ديروا جيم وديروا لايك وفعلوا الاشتراك وما تنسوش شي تعاليق زوينين. شكرا لكم المتتبعين ديالي العزاز، وهابيزو ديالكم ودعواتكم مع امي الحاجه بالرحمه. السلام عليكم متتبعين ديالي العزاز، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نستأنفوا الدروس ديالنا. نعم، سنستأنف دروسنا في اللغة العربية. سنستأنف الدروس ديالنا في اللغة في اللغة العربية. نعم حفصة، إذا العنوان ديال الدرس هو غادي تقرايه انت الراس، كنحاول واش غادي تقرايه الراس ولا لا. غادي تقراي لي هاد الكلمة اللي هنا حرف حرف. ا ف ع وهاد الألف ع لن أفعال. أفعال، ديك باقي عقل الفرق بين الأفعال وشي حاجة أخرى. عرفتي شنو هو الأفعال؟ أه. شنو هما الأفعال؟ هي شي حاجة تديرها. هي شي حاجة، حسن جدا. قرأي لي هذه الكلمة الأخرى حرف حرف. أ نعم س ما أن. حسن جدا، برافو عليك. إذا أنت كتعرفي تقراي حصة بكلمات، واخا تقيلة في القراية ماشي مشكل، اللي كيهمنا أنك كتعرفي تقراي، ياك؟ أه. مرحبا، أجي هنا. غنبداي بالأفعال، غنبداو بالأفعال، ياك؟ أه. غنديرو واحد السطر هنا، نجي نحاولو نقولو. لصقتيه راه لصقتيه. ها هو غنحيدو ما ملاصقش. هاني يا لالا. ها هو صافي. اه. وهنايا اسماء، ياك؟ اه. اسماء. غادي نحاولوا دروكا نكتبوا بعض الافعال، واخا انا غادي نحاول نكتب لك، انا ما غاديش نقول لك اعطيني فعل حتى الاخر ديال الدرس، انا غادي نقول لك غادي نكتب لك انايا، غنكتب لك فعل وانت تقريه ليا صافي. وتقول لي شنو كيعني. اه. هذا الفعل دا خا لا. حسن جدا. العكس ديال دخل فعل. خرج. ها خرج. قري حرف حرف حرف، حيت قلتي قبيله، واخا ماشي مشكل. نكتبو فعل اخر. اللي كتبت قريه ا ك لا. حسن جدا، اكل، ياك؟ هذا نقول لواحد قرا س زيد ما تسنينيش. ا وهذا علاش نقصتي هذا؟ قلت لك قرا قبيله، فاش اللي كتبت قراي. هذا سامي. اه قريتي. سامعة. سامعة، ما معنى سامعة؟ تسمع شي حاجة. تسمع شي حاجة. اه مزيان. غادي تقول لي هاد الفعل حفصة. شنو هادي؟ ها
ولا هاك خليها هاك. ها كمل. را. نعم. با. يعني سمعها ربا. لا خلي هذا بوحده صافي، غير اعطيني غير هذا الفعل. سميتو؟ هربا. هربا. هذا قراي ما تسنينيش. أخذ. يعني قرينا دخل، خرج، أكل، سمع، هرب ولا هرب وأخذ. واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة ديال الأفعال. ياك؟ حسن جدا، قريتيهم مزيان. أجي عندي غادي نكتب أسماء وأنت غتقريهم. علي حسن جدا. علي وخا حصى. هذا زيد ما دو يعني احمد، يعني احمد علي. غادي نكتبو هنايا داني قراي يلا وما تعطليش راه زين نكتب انا واحد واحد قرا. شنو هذا؟ خا دي وليا دي النقطة جا تن يعني خديجة تن. خديجة تن. وهادي قراي فا نعم ما تن هي فاطمة. فاطمة. وهذا قراي ما تسنينيش قراي هذا والألف طا زيد غير ما تخلينيش معطل باش نكتب. شنو هذا؟ الواو. ايوا الكسرة اش طا زيد قري ما تبقايش تفكر دماغك قري داكشي اللي كتبت انا هذا الحرف بوحدو ما عرفتيش تقراي انا عيطت لماما تقراه. ايوا الواو والكسرة شنو هي؟ وي طاوي طاوي يلا يا هاد الحرف هذا شنو هذا؟ لا ايوا قراي لا زيد تن الا كتعطلي غنقولها لماما تقراها نعيط لها طاولة تن صافي ها طاولة هذا ايوا قراي باش نكتب لك سميتو واحد واحد قريب بعد هذا اللي مشيتي ليه وخليتيه سا زيد شنو هذا الحرف بو والشدة ها الشدة الا كاينه الشدة فوق الحرف اش كيفاش كنطقو بو تن هي
صبورة. صبورة، شنو هي الصبورة؟ شنو هي الصبورة؟ عرفتيش؟ هي هادي. سميتها بالفرنسي لو طابلو. حسن جدا. اذا صبورة لو طابلو. شنو هي طاولة؟ شنو هي الطاولة؟ لا طابلة. اش كنتي في المدرسة واحد الوقيتة؟ عمرك مشيتي ديال المدرسة؟ كنت فيها. اش كنتي فيها؟ شتي فاش كيقعدوا الدراري؟ هي الطاولة. تكون فيها القماطر فين كيديروا الادوات ديالهم. عرفتيها؟ هاك. اذا شوف هاد الاسماء، هما اسماء ديال الحوايج. وهادو افعال، شي حوايج كنديروهم. اذا الفرق بين الفعل والاسم كبير. الفعل اشياء نقوم بها. والاسماء اسماء ديال الانسان، الاشياء، الانسان ولا الحيوان ولا الاشياء، السبوره، الحائط، هادو كلهم اسماء، ماشي شي حاجه كنديروها. فهمتي؟ برافو عليك، برافو برافو. نكتفيو بهذا الدرس دروك. اش غادي نديرو في العشيه شي درس اخر؟ لي خصنا نكثروا من الدروس، لان شحال هذه ما بقيتش كدير الدروس. سمعتي؟ هاك. ديروا جيم وديروا لايك وفعلوا الاشتراك وما تنساوش شي تعاليق زوينين. شكرا لكم المتتبعين ديالي الاعزاز، وهابيزو ديالكم ودعواتكم مع امي الحاجه بالرحمه.